اهلا بيكم. النهارده يوم مهم جدا مع اسم متميز للغايه في عالم تاخر الانجاب والحقل المجهري. خلينا نبدا الكلام الاول بقضيه انا شايف انها قضيه مهمه جدا. مش قضيه لكن هي حاجه ينبغي ان يتنبه ليها النظام الطبي او القطاع الطبي، وخصوصا يعني زملائنا اللي بيديروا منظومات مختلفه، مش بس في الحقل المجهري، في كل انواع الطب، لكن بالتحديد لان احنا حوارنا النهارده عن الحقل المجهري وتاخر الانجاب، او عن عالم النساء وتاخر الانجاب، وهي كيفيه التعامل مع هؤلاء الذين يقدمون الينا، يقدمون بامل ان يحصلوا على فرصه ونعمه من عند المولى سبحانه وتعالى انهم يكونوا اب او ام. ازاي نتعامل مع الناس دي؟ الناس ديت مش اي مرضى، وما مش مرضى اساسا في الحقيقه، ما عندهمش مرض، ممكن يكونوا سلام من الناحيه الفيزيائيه وصحتهم كويسه جدا، وربما رياضيين، لكن عندهم خلل ما هنقول عليهم مرضى يعني كلاينتس. ازاي نتعامل معهم؟ هما بيبقوا داخلين منظومه الحقل المجهري او منظومه تاخر الانجاب، بلاش نلخصها بس في الحقل المجهري، وهم متوترين جدا. التوتر ده بيختلف درجاته ما بين الناس المثقفة اللي عندهم isolated life، يعني حياة منفصلة منعزلة، مشاكلهم بيعرفوا يتكلموا فيها مع نفسهم، فبيجوا هما الاثنين لكن برضو في حالة توتر. البنت عمالة تفكر، هو أنا لو ما خلفتش ممكن يسيبني؟ والراجل لو طلع العيب فيا نظرتها هتبقى عاملة ازاي؟ طب وأنا هعذبها معايا؟ ما هي نفسها تبقى أم. لو هو الاثنين في بيئة أكثر اندماجا واجتماعية زي البيئات الريفية مثلا، لا، هو ما بيجيش هو وهي لوحدهم، ده بيجوا هما الاثنين ومعاهم أسرة كبيرة تتمثل في أبو البنت وأمها، وكذلك برضو أم الراجل، وبتبقى برضو في البيئات الثقافة فيها قليلة بيبقى تبادل الاتهامات وارد. إزاي نتعامل معاهم؟ إزاي نتعامل مع الناس دي؟ إزاي ما نزيدش توترهم بلهجة ربما يكون فيها حالة من التوتر، بمعلومات بتتقال بشكل مقتضب وبشكل مختصر، بأسلوب قد يكون علمي وكل حاجة لكن أكبر من فهمهم، بشكل في من يعني ساعات في نقطة صغيرة جدا يا جماعة، في محيط وجود المرضى ساعات المساعدين الأطباء بيبقى صوتهم مش مناسب للجو، يبقى في نوع من الكوميديا بينهم وبين بعض، بين الممرضات وبعضهم، المفروض ده يختفي، المفروض يبقى فيه أطقم تعليمية إزاي نتحرك وسط العيانين. الأطباء عندهم الحكاية دي تلقائياً، بيبقى عندهم، واللي ما عندوش بيبقى زمايله بيوجهوه يقولوا له على فكرة، لأن المعظم بيبقى طبيعته هادي، هو واخد على كده من أيام ما كان طالب، لكن الممرضات مثلت ده بشكل واضح جداً في فيلم اسمه بابا. بابا ده كان فيلم رائع جداً للمتميز جداً أستاذ أحمد السقا. الفنانة الجميلة إيمان السيد عملت دور ممرضة، هي نقلت الواقع، بس ده واقع مرير، واقع خاطئ، صوتها كان عالي جدا، هي إيمان السيد طبيعة صوتها كده، لكن هي لما نقلته للواقع، وده بيحصل في بعض مناحي وبعض أماكن، ده في منتهى الخطأ، إن المرضى بيبقوا متوترين والحوار معهم لازم يكون بصوت خفيض وبصوت هادي. كيفية التعامل مع الناس دي؟ ده فن يا جماعة، مش محتاج، وما نقدرش نلخصه في جملتين، ده فن مهم جدا. النهاردة حوار مهم جدا، وزي ما قلت لكم اسم متميز للغاية، بيسعدني جدا بحواره العلم الراقي جدا وفي نفس الوقت المنظم جدا، وأكيد النهاردة هستفيد منه في نقاط عديدة هبدأ فيها في المنطقة اللي أنا بتكلم فيها دي. اسم المتميز للغاية المبدع دائما في حواره الأستاذ الدكتور محمد حسني، استشاري النساء والتوليد وتأخر الإنجاب والحقل المجهري وجراحات المناظير، ماجستير الحقل المجهري من جامعة ميسينا بإيطاليا، ودبلومة جراحات المناظير المتقدمة من فرنسا، ودبلومة جراحات المناظير المتقدمة من الهند، وجمعية عضو الجمعية المصرية والأوروبية للخصوبة وتأخر الإنجاب. أهلا بيك يا دكتور محمد. اللي أنا قلته ده مهم؟ طبعا طبعا، دايما المريض، وطبعا زي ما انت حضرتك قلت اللي هو ده مش مريض، خصوصا في تاخر الانجاب ده مش مريض، ده حاله عندها مشكله، عندها نقص في جانب معين في حياتها وده بتحاول تكمله، فدايما بيبقى عندهم يعني جزء نفسي اللي هو حاسين اللي هم يعني الاحساس بالمعاناه اللي هم فيها، ده جزء من العلاج،
لما المريض يبقى جاي وانا اتكلمه بنوع من انواع الاهتمام وما حسسوش اللي فيه عدم اهتمام والتمريض زي ما انت بتتكلم اللي هو ما يبقاش فيه تنظيم وهرج ومرج والدنيا مفتوحه على بعضها كده، العيان ما بيحسش اللي هو مهتم بيه، انتوا مش حاسين باللي انا فيه. لكن لما يكون في نوع من النظام ونوع من الالتزام ونوع اللي كل واحد ليه ديوتي في مكان معين ما يتعدهوش، المريض الجانب النفسي عنده بيتحسن، وده بيحسن النتائج بتاعه الشغل بتاعتنا طبعا جدا. هبدا الاول في منطقه مهمه برضو في التعامل، وهي سن الزوجه. سن الزوجه ايه رايك فيه؟ سن الزوجه هو المتحكم الاساسي في حدوث الحمل عموما، سواء الحمل طبيعي او بعمليات الحقن المجاري او اخصاب المساعد عموما، لان الوضع بالنسبه لسن الزوجه مختلف عن سن الزوج. الزوج عنده خلايا ام بتنتج حيوانات منويه بصوره يوميه، فده مصنع شغال. لكن الزوجه الوضع عندها مختلف، اللي هي عندها عدد من البويضات بناخذ منه جزء كل شهر لحد ما توصل لسن الياس. البويضات دي لها عمر زي عمر الزوجه بالظبط. لو ضربنا مثلا بالجلد بتاع الوش مثلا، هو الجلد بتاع الوش الواحده عندها 20 سنه زي واحده عندها 40 سنه؟ لا، بيبان عليها علامات السن، يبدا يبان فيه التجاعيد، يبدا يبان فيه الصبغه، يبدا يبان فيه النمج بصوره اوضح، الجروح لو فيها جرح ما بيلتئمش بسهوله، صح ولا لا؟ فده نفس القصه على البويضه، البويضه بتتاثر بعمر السيده زي بقيه اعضاء جسمها، لان هو عباره عن خلايا بتبدا تخلص كل شهر. فكل ما السيده بتتقدم في السن كل ما جوده البويضات بتاعتها بتقل، كل ما معدل حدوث الحمل الطبيعي بيقل، كل ما معدل حدوث الحمل بالحقن المجهري بيقل، كل ما معدل حدوث التشوهات في الاجنه اكتر. يعني احنا عندنا ايام كنا لسه طلبه، السيدات اللي فوق ال 35 سنه حملهم بيعتبر حمل خطر. ليه؟ لان هي تبقى اكثر عرضه لسكر الحمل، اكثر عرضه لتسمم الحمل، اكثر عرضه للدون. تمام. بيجي احنا دورنا احنا بقى في السيدات، لما تكون سيده داخله لي لسه عمرها اقل من 30 سنه، ما ينفعش اتعامل معاها معامله السيده اللي داخله لي سنها فوق 30 سنه. وفوق 30 سنه دول بيتقسموا الى ثلاث مجموعات، من 30 ل 35، من 35 ل 40، وفوق ال 40 سنه. فوق ال 40 سنه 40 زي 41 زي 42 زي 43 زي 45. وفي بعض المدارس بتقول لك ممنوع نعمل حقن مجاري بعد 43. انا طبعا مش مع المدرسه دي، انا عندي اللي يحكمني اللي فيه بويضات موجوده في المبيض ولا، حتى لو السيده عندها 45 سنه. لان في سيدات عندهم 40 سنه ما عندهمش بويضات، وسيدات عندهم 45 سنه وعندهم بويضات، عندهم مخزون يكفي لحدوث حمل. فعشان كده المدرسه برضو يعني من ضمن برضو الحاجات البروتوكولات اللي نزلت في عمليه الحمل وعمليه الحقن المجهري، السيدات اللي بيتزوجوا عندهم 35 سنه ما بنصبرش عليهم اكتر من سنه، نديهم فرصه لحدوث الحمل طبيعي لمده سنه، لو ما حصلش حمل طبيعي يبقى على الحقن المجهري مباشره. والسيدات اللي فوق ال 40 سنه بنديهم فرصه لحدوث الحمل الطبيعي لمده 6 شهور، بعد 6 شهور بنبدا نتدخل لاخصاب مساعد مباشره. ليه؟ لان هاي كل يوم هيعدي على السيده دلوقتي هيفرق في جوده البويضه. فعشان كده عمر السيده هو المتحكم الاول وبقيمه كبيره في عمليه حدوث الحمل سواء طبيعي او بعمليات الاخصاب المساعد حقن مجهري واطفال انابيب وتلقيح صناعي. الحقيقه احنا اسهبنا في اعطاء البويضه حجمها وحقها في دورها في الحقن المجهري ونجاحه. تمام. من ناحيه الجوده ومن ناحيه المخزون وما يحيط بها من حوار. لكن انا شايف ان الحياه المنويه ما خدتش نفس الحق الاعلامي والثقافي، والناس يمكن عندها غموض فيما يتعلق بالحيوانات المنويه. طبعا كنا زمان مجرد ما الزوج جاي وعنده تحليل سائل منوي كويس نقول له انت كويس. طبعا مقاييس التحليل اللي هو العدد والحركه والتشوهات، العدد اكتر من 15 مليون، الحركه اكتر من 32%، التشوهات تكون النسبه كويسه تكون اكتر من 4%. دلوقتي الدنيا اختلفت، بقى في تكسر ماده وراثيه. التحليل السائل المنوي اللي قدامي ممكن يكون تحليل ممتاز جدا بس شكل فقط. زي بالظبط دايما بضرب بها مثل للمرضى لما يقول لي عندي العياده، عندك عربيه زيرو وشكلها من بره زي الفل بس ما فيش فيها مكنه. نفس القصه، الحيوان المنوي شكله زي الفل ما فيش فيه اي مشاكل، بس الماده الوراثيه بتاعته هشه.
بيخصب البويضه ويكون جنين زي شكله كويس، بس وظيفيا اي كلام، ولو حصل منه حمله هيحصل منه اجهاض. فعشان كده الحيوان المنوي ليه دور كبير، بس احنا دايما بنلقي التركيز اكتر على البويضه عشان انا مرتبط بسن. لكن لو الراجل جاي لو عنده 70 سنه وعنده مشكله في السائل المنوي انا هعرف اظبطه ومش هبقى مربوط بوقت. لكن الزوجه بحاول ان انا اسرع الوقت. النقطه الثانيه كمان ان البويضه حجمها 550 مره قد حجم الحيوان المنوي. البويضه فيها حاجه اسمها الار ار ان اي، ده عنده قدره لتصليح بعض المشاكل اللي ممكن تكون موجوده في الحيوان المنوي، والحيوان المنوي ما عندوش قدره لحاجه زي دي. فعشان كده البويضه لو طلعت بكفاءه كويسه بتطلع اجنه كويسه. عشان كده لما تكون الزوجه جايه لي فوق ال 35 سنه، فوق ال 30 سنه، انا بهتم بيها اكتر لما يكون الزوج عنده مشكله. الزوج علاجه 3 شهور وان شاء الله الدنيا محلوله. طب الدنيا ما اتحلتش هناخد منه سحبه من الخصيه، عنده مليون بديل. لكن الزوجه بديلها ايه؟ انا عندي مشكله قائمه دلوقتي. عشان كده احنا دلوقتي في علاجات احنا بنديها مجرد وصول الزوجه لسن 30 سنه بنبدا فيها اوتوماتيك عشان يحسن لي جوده البويضات. انا عندي بويضه واحده تطلع في عمليه الحقن مجاري جودتها حلوه احسن من 20 بويضه كلهم اجنبيه جودتهم مش كويسه. الجوده برضو السن الصغير برضو في ممكن يحصل ليه مشاكل، بس دي بتبقى مشكله ايزوليتد، بتبقى حالات قليله وحالات خاصه بندور لها في تحاليل تانية. لكن الزوج اللي فوق 30 سنه بندي علاج عشان ينشط الدوره الدمويه بتاعه المبيض، بندي علاج عشان ينشط الميتوكوندريا اللي هو الماده الجزء في الخليه اللي مسؤول عن نشاط الخليه، بندخل الطاقه مصنع طاقه، مصنع طاقه، فده طبعا بيساعد على ان البويضه تبدا تنقسم بقوه كويسه. بندي علاج مضادات لاكسده معينه اللي هي انتي ايجنج اللي هي بتبقى ضد ظهور علامات العمر، ودي حاجات مهمه جدا، حاجات لسه موجوده بدات تبقى موجوده في السوق دلوقتي، اللي هي بتحاول تحارب الظهور علامات السن على الشخص، ومن جزء منها المبيض. البروتوكولات اللي احنا بنستخدمها في عمليات الحقن المجاري بروتوكولات خاصه بالسيدات اللي فوق 30 سنه وفوق 35 سنه. ليه؟ لان احنا بنحاول نكون اقرب للطبيعي عشان نحاول نوصل لبويضه جودتها كويسه. اما الحيوان المنوي، الحيوان المنوي لا غبار عليه، اللي هو من عوامل مهمه جدا جدا في حدوث حمل وفي حصولي على جنين درجه اولى اعرف انقل بيه. بس ليه حلول؟ نظام غذائي، نظام حياتي يختلف، العلاج لو في تدخين يوقف التدخين، لو في دوالي ياخد لها علاج، انا ما بقولش يعمل عمليه الدوالي بس ياخد لها علاج، ياخد مضادات الاكسده، علاج لمده 3 شهور عشان يحسن انتاج الحيوانات المنويه، علاج هرموني هيحسن علاج انتاج الحيوانات المنويه. وصلنا اللي احنا مش قادرين نوصل لحل في الاخر، هنبدا نعمل ايه؟ ناخد سحبه من الخصيه. طبعا سحبه من الخصيه حابب ناخد الخليه من المصنع، فمش هيبقى فيها اي مشاكل. حته بقى مهمه قوي، ساعات سيتويشن الكيس بتبقى كالاتي: حمله حصل في الشهور في شهر معين حصل اجهاض. الثقافه اللي عند الناس في دماغ الناس طالما حمل حصل الراجل يقول لك انا خلاص، ما هو طالما حمل حصل يبقى العيب اكيد في الست، والعيب اكيد تشريحي في الست، اما عنق رحم بقى متسع او مش عارف ايه، لانه ما فيش مشاكل، ما هي اكيد طالما بدانا حمل يبقى البويضه كويسه والحيوان المنوي كويس. انت قلت جمله دلوقتي في بدايه الكلام نبهتنا للقضيه مهمه جدا نعملها حلقه لوحدها، انه ممكن يكون العيب في الحيوان المنوي في الماده الوراثيه ويحصل حمل لكن ما يكملش. ما يكملش طبعا. الحته دي وضحها للناس. طبعا. الزوج مسؤول عن عمليه الحمل لحد 13 اسبوع اللي هو بدايه الشهر الرابع. الناس فاكره ان هو خلاص كده الموضوع انتهى، اللي هي مرحله الامبريوجينيسيس اللي هي تكوين الجنين. بعد ال 13 اسبوع اللي هو بدايه الرابع مرحله اسمها اورجانوجينيسيس، هو كده الجنين اتكون، هتبدا تتكون الاعضاء بتاعته دلوقتي. فالصفات الوراثيه اللي موجوده في الحيوان المنوي مسؤول عن كل مرحله من مراحل تكوين الجنين لحد ما يوصل ال 13 اسبوع اللي هو الجنين بقى ليه راس وايد ورجلين واعضاء دلوقتي هتبدا تتكون. فالزوج لا ننكر اللي هو يكون سبب في حدوث الاجهاض في اول 3 شهور. انا مش عايز اقول لحضرتك الاجهاض لما بيحصل في اول 6 اسابيع اللي هو اول شهر ونص السبب الاساسي بقى الزوج مش الزوجه. ليه؟ لان هو كده الصفات الوراثيه في الحيوان المنوي مش عارفه تخلي الحمل يكمل.
بعد من 6 اسابيع لحد 11 اسبوع بتبقى الدنيا منقسمه بين الزوج والزوجه. من 11 اسبوع ل 13 اسبوع بتبقى الزوجه بنسبه اكبر، بس الزوج ليه عامل برضه. فنقطه ان الزوج حصل حمل انا ما عادش فيها مشاكل، لا حضرتك انت الكلام ده يتقال لو الاجهاض حصل بعد 13 اسبوع اللي هو في الرابع، دي مشكله تانية خالص بقى، هنتكلم على اجسام مضاده وهنتكلم على عنق رحم وهنتكلم في اسباب تانية. لكن الزوج مسؤول لحد 13 اسبوع اللي هو بدايه الشهر الرابع. ولما اقول للزوج خد علاج وتحليلك كويس، لازم ياخد علاج. هو الحمل ده ما بيحصلش من الزوجه، ما ده برضه ظروف اجتماعيه وثقافه هنا في مصر او ممكن في بلاد تانية، بس انا اللي انا بتكلم فيه ان الزوج مجرد ان هو حصل حمل زي ما حضرتك بتتكلم دكتور ايمن، انا كده خلاص ما فيش فيها حاجه، ما حدش كلمني، ما حدش كلمني، انا التحليل بتاعي كويس ما فيش فيها مشاكل. لا طبعا ده غير كمان التحليل ده حصل حمل، حصل حمل طبعا تفكير خاطئ 100%. اذا في حلقه هنعملها اسمها حقائق وخفايا خلف الاجهاض، طبعا دي مهم. الاجهاض كلمه وراها طبعاً مليون الف قصه وموضوع علمي ومليون سبب. طبعا الاجنه ايه سبب اسباب اخرى لسوء حاله الاجنه؟ لا مليون سبب. احنا دلوقتي اتكلمنا على الاسباب اللي هي متعلقه بالزوجه اللي هي عمر الزوجه، والاسباب المتعلقه بالزوج اللي هي بعض المشاكل الموجوده في التحليل السائل المنوي، سواء في تشوهات ظاهريه موجوده في التحليل او في خلل في الصفات الجينيه اللي موجوده في الحيوان المنوي. نرجع بقى خطوه لورا بقى شويه، اللي نتكلم على الاجنه في عمليه الحقن المجهري، مش هنتكلم عن الحمل الطبيعي لان الاجنه حلوه او وحشه في الحمل الطبيعي احنا ما بنعرفش هي حلوه ولا وحشه الا بعد ما يحصل حمل. نرجع خطوه لورا شويه، السيده دي الزوج والزوجه دول احنا جهزناهم ازاي؟ ما يكونش الزوج والزوجه جايين ويلا ما اعمل لكم حقن الشهر الجاي، طبعا ده فيتال ميستيك، لان الله اعلم اللي جايين للعياده دول نظام حياتهم عاملين ازاي؟ الراجل ده بيدخن ما بيدخنش، الراجل ده بياكل من البيت ولا بياكل من بره، الزوجه دي تخينه ولا رفيعه، الزوجه دي بتاكل ايه، الزوجه دي ماشيه على نظام غذائي كويس ولا لا، بتمارس رياضه كل يوم ولا لا، بتشتغل ولا ما بتشتغلش، وظيفتها عامله ايه، هي بتشتغل فين، هي بتشتغل مثلا في مركز اشعه مثلا، لا ده وضع مختلف. فلازم الزوج والزوجه يكونوا متجهزين قبل عمليه الحقن المجهري بشهر او شهرين، عباره عن مجموعه من مضادات الاكسده ومجموعه من بعض العلاجات اللي بتنشط الدوره الدمويه بتاعه المبيض وبتنقي الجسم من السموم، فبيساعدنا على حدوث على حصول بويضات كويسه وحيوانات منويه كويسه، فبالتالي تكون اجنه ايه كويسه. احنا خلاص النقطه اللي بعدها على طول بدات التنشيط، البروتوكول بتاع العلاج نفسه. مفيش حاله زي الثانيه، اللي عندها تكيسات على المبيض مش زي اللي عندها بطانه رحم مهاجره، مش زي واحده طبيعيه ما فيش فيها مشاكل ومشكله في الزوج. كل واحده من دي لها بروتوكول معين ولها جرعات معينه هي اللي بتساعدنا على حصول اجنه كويسه. تمام، جرعات التنشيط نفسها ما ينفعش ان انا ادي جرعات فوق المعتاده واقول عشان احصل على بويضات كتير، لا ده حتى السيدات اللي عندهم مخزون قليل انا مش مسموح لها بجرعه معينه اللي هي 450، ومش عايز اقول لك اخر دراسات قالت 300، لان كل ما بزود جرعه التنشيط كل ما بخلي جوده البويضات اقل، كل ما بخلي الاجنه اللي بحصل عليها بعد كده اقل. في حاجه اسمها فيرتيلي دوس اندكس اللي هي متوسط الجرعات اللي السيده حصلت عليها كل يوم في فتره التنشيط. بنشوف السيده خدت كم وحده في فتره التنشيط كلها وبنقسمها على عدد الايام اللي هي خدت فيها التنشيط. لو طلع اكتر من 300 وحده في اليوم السيده دي عندها مشكله، يعني ما توقعش الاجنه تطلع عندي كويس. خلاص كده وصلنا للبروتوكول. بعدها بقى الخطوه اللي بعدها ايه؟ المعمل. من اول دكتور المعمل لحد الحضانه. ليه قلت المعمل بالطريقه دي؟ لان المعمل هو الماسترو بتاع عمليه الحقن المجهري، هو الجندي المجهول في عمليه الحقن المجهري. مش مجهول بقى، ده معروف قوي. لا معروف، لا معروف بالنسبه لنا احنا، لان المعمل مش عايز اقول لحضرتك من بعض، ودي موجوده في الكتب، بعض الاسباب اللي ممكن تكون موجوده في جوده اجنه سيئه المعمل، طريقه الحقن نفسه، طريقه الحقن نفسها، اختيار الحيوان المنوي، مين اللي بيختار؟ المعمل اللي بيختار. البويضه اللي بيختارها دي حلوه ولا وحشه، تتحقن ولا ما تتحقنش، المعمل. فالمعمل ده من اللي هو فعلا زي ما انا قلت الجندي المجهول. لما يشوف مثلا بويضه فيها مشكله ولا حاجه، الميديا اللي هو بيتحط فيها الجنين والحضانه اللي بيتحط فيها والمتابعات بتاعه الجنين، افتح عليها النهارده ولا استنى عليها لحد بكره؟ مين اللي بيحدد الكلام ده؟ مش انا خالص، مش دكتور النساء،
دكتور المعمل. فطول ما انا عندي معمل كويس واجن معمل كويس هعرف ان انا ازاي هحصل على اجنه كويسه. لما تكون الحاله جايه لي وعامله مثلا مرتين او ثلاثه في مراكز بره ويبقى عندها مشكله في الاجنه، دكتور ده الاجنه بتاعتها ما اتخصبتش، لا الاجنه بتاعتها كانت درجه ثالثه وما نقلتش، لما بعرف المعمل هو بيعرف يتصرف ويطلع لي اجنه درجه اولى. هي ايه درجات جوده الاجنه؟ الاجنه بتنقسم جريد A وB وC. الفيديو ده على فكره من الفيديوهات الجميله جدا، لان هو مبين الجنين هو بينقسم من اليوم التالت. ده فيديو حقيقي مش انيميشن. ده ريال. ده ريال. ده من الحضانه اللي هي الحضانه الذكيه. الحضانه الذكيه. الجنين بينقسم طبعا، بيبقى فيه درجات، وطبعا برضو اللي بيعمل جريدنج للاجنه مش احنا، اللي بيعمل هو المعمل. بتبقى جريد A وB وC. طبعا جريد A ده درجات، وجريد B ده درجات، وجريد C ده درجات. جريد اللي هو الجنين اللي هو درجه اولى، اللي هو راس الحربه، ده اللي هو ما لهوش خلاف، بتبقى الخلايا حجم بعضها زي بعضها في الحجم، ما بيبقاش فيه فراجمنت، ما بيبقاش فيه نيكروزس. يعني حضرتك عندك ده منظر لاجنه جريد C. دي جريد C اول واحد، ده اللي هو الجنين اللي زي الفل. لو بصيت هتلاقي الخلايا كلها تقريبا حجم بعضها، اللي جنبها حجم بعضها بس فيها شويه فراجمنت، شويه قطع صغيره كده موجود. اللي جنبها لو بصينا هنلاقي فيه لحد ما وصلنا لاسوا واحد اللي احنا ما انت شايف خلايا. ده اليوم الثالث، ده تقسيم الاجنه في اليوم الثالث. فالجنين الدرجه الاولى والدرجه الثانيه ده نسب نجاحهم تقريبا واحده، ما بيبقاش فيه فرق، خصوصا ان احنا في اليوم الرابع او في اليوم الخامس. الجريد سي ده جنين مش حلو، ده جنين لا يعتمد عليه، ولو ما يطلعش عندنا الاجنه جريد سي ما بنقلهاش. ليه؟ لان ما بيبقاش فيه خلايا اصلا، خلاص هو كده الجنين مش حلو. يعني في صوره هتطلع دلوقتي بعدها، يعني اجنه ما يعني من اسوء الاجنه. ده بقى مراحل انقسام الاجنه اللي هو بعد ما اتحقنت في خليتين، اربع خلايا، ثمان خلايا، اللي هو امبلويد. امبلويد بالظبط. ايوه بالظبط. والاخر منظر بقى اللي هو الدي 5 اللي هو بلاستيست. ده من افضل انواع الاجنه اللي احنا بنشوفها، اللي هو البلاستيست والموريولا. خلاص. فده اللي هو تقسيمه الاجنه، اللي هو الدرجه دي بقى. ده جريد سي، الاجنه جريد سي. حضرتك شفت المنظر عامل ازاي؟ مفيش انقسامات، مفيش انقسامات اصلا. يعني في جنين عباره عن خليه. ده في اليوم الرابع. ده في اليوم، لا ده دي 3، ده اليوم الثالث. دي 3 اليوم الثالث، والاجنه لم تنقسم فيها الخلايا، اذا ليست اجنه جيده. ده ما ينفعش نقلها. مين اللي بيقول لي بقى الاجنه دي؟ المعمل. المعمل. فالمعمل كل القصص اللي احنا بنحكي عليها بقى شويه كده معمل، كلها معمل. اختيارات، تحديد نوع الجنين، يعني درجته. درجته هل مناسب نقله ولا لا؟ ده بالظبط كده. الحضانه، الحضانات لازم. الحضانات دي من يعني من الحضانات دي من العوامل المهمه جدا جدا. طبعا في حضانات اللي هي اللي اسمها البنش توب، اللي هي بتبقى متقسمه ادراج بايام الاسبوع. عشان في كتر فتح الحضانه عليها والكلام ده كله، ده مشكله. النقطه الاهم نفسها كمان، الفتره اللي بيقعد فيها البويضه في السائل بتاعها في الانبوبه قبل ما تتفحص. لو اتعرضت لدرجه حراره اكتر او اقل من 37 درجه هيأثر على جوده البويضه، بيعمل ميوتيشن، ده بيعمل طفرات. الانفايرمنت، البيئه بتاعه المعمل نفسها. يعني احنا ممنوع نحط بيرفيوم واحنا داخلين المعمل، ممنوع. ليه؟ ان البيرفيوم الماده الفولاتايل دي هتاثر على الماده المتطايره. الماده المتطايره عندنا احنا في المعمل، عندنا في المعمل جايبين عندنا سيستم اللي هو حاجه اسمها البوزيتيف بريشر، اللي هو المعمل يطلع الهواء بره ما يدخلوش جوه. يعني لو حد معدي مثلا سي وجاي عندنا ضيف وحط بيرفيوم ما يوصلش جوه المعمل. جايبين جهاز كبير عشان وظيفته اللي هو ينقي الهواء من اي فولاتايل موجود، اي شوائب متطايره، اي شوائب متطايره. فالحاجات دي كلها بتهيئ الميديا الوسط بتاع عمليه الحقن المجاري للحصول على اكبر نسبه من جوده الاجنه. عشان كده بتكلم، هو احنا كده اتكلمنا على البروتوكول اللي هو الدكتور وتجهيز وتجهيز الحاله، الزوجه والزوج، وبعد كده المعمل، ويجي بقى الدور الاخير التوفيق ربنا سبحانه وتعالى. هيكون تاخذ بجميع الاسباب، وفي الاخر برضه ما نوصلش اللي احنا عايزينه. دي اراده ربنا المطلقه، وايات قرانيه بتثبت حاجات زي دي. كل حاجه بتبقى باراده ربنا. كل طبعاً. رغم العلم على فكره بيزود الايمان. يعني العلم بيخليك تقترب اكثر. شوف العظمه، ازاي هذا الجنين هيبقى انسان؟ صح. ازاي هذه الخلايا اللي متشاف تحت الميكروسكوب ستتطور بعد كده؟ ده خلاق. يعني ده تاكيد في النظر في النفس. يعني ان ربنا سبحانه وتعالى ما يطلب منك انك في انفسك
في نفسك، ما تنظرش، لا تنظر. طب تعالوا نشوف عكس العلم الجهل بقى. تعال ابو العريف اسمعك بقى. ابو العريف بستناه والله من حل حاله. يا باشا، واحده جارتنا صاحبه المدام لما اتجوزت قعدت كام سنه ما بيخلفوش لحد ما عملوا حقن مجهري وربنا رضاهم. ابنها دلوقتي عنده 7 سنين كده ما شاء الله من عمر بنتنا اسراء. كل ما يجوا عندنا ام معز تقول له تعالى يا عموره ده انا هجوزك اسراء. مره والتانيه فوتها، ولما بقت تتكرر خلتهم عندنا ومشيوا، وقلت لها ما تقعديش تقولي كده للست تاخد الموضوع بجد. ابنها ده جاي بالحقن المجهري، لما يكبر هتبقى صحته مش كويسه وتبقي اذيتي بنتك. في نسب، في اي تعامل مهم ابعدي عن اي شاب ولا بنت جم الحياه بالحقن المجهري. خلينا كده يا اختي حبايب من بعيد لبعيد. صباح الخير يا جاري، انت في حالك وانا في حالي. دي من اكتر الفتيات اللي انا سمعتها لابو العريف قسوه وجهلا. هو وارد تتقال طبعا. لا، وبتتقال. بتتقال طبعا. خطا فادح. وعلى فكره الاب والام اللي بيخلفوا طفل من حقن مجهري او اطفال كانوا زمان كانوا بيخفوا. هو ما زالوا. هو ما زالوا. حضرتك قلت ما تقولش لحد، احنا مش عارفين حد. كتير. ده كتير، ده لسه قريب من اسبوعين بولد، ما تقولش لحد احنا مش عارفين، احنا هي خلاص راحت تولد وما حدش عارف اللي هي. فطبعا ده مفهوم خطا 100%. طبعا طبعا الطفل اللي جاي بحقن مجهري او باطفال انابيب او بتلقح صناعي زيه زي اي طفل، مفيش في اي مشكله خالص، بيخضع لكل العوامل الطبيعيه حسب التغذيه بتاعتك، ازاي يلعب رياضه. احنا عدينا خطوه بس، مجرد احنا عدينا خطوه بس، لكن هو طبعا مفيش اي مشاكل. احنا بس في كل الصفات الجينيه بتاعت الطفل اللي بحمل الطبيعي. صح. انت نورتني النهارده واسعدتني. النهارده حوار علمي راقي جدا، وقفزنا فيه لمستوى تاني خالص في الشرح والتفصيل. دخلنا للمعمل وبدأنا نحط إيدينا في جزء مهم جدا على قيمة هذا المكان اللي اسمه المعمل في هذه المعادلة المهمة اللي اسمها الحقن المجهري. لكن لسه حوارات تانية جاية كبيرة ومهمة جدا وتفصيلية أكتر هتفهموها من الناس الحلوة. لكن يبقى أن أنتوا بس تبقوا مؤمنين بثقافتكم اللي أنا مؤمن بيه. أنتوا عقولكم كويسة جدا، بس تبقوا عارفين حدود الثقافة دي فين. إيه اللي لازم أعرفه؟ وإيه النقطة اللي أقول ده مش شغل إن أنا أفهمه بقى، ده شغل الدكاترة حتى لو إحنا بنقوله ليكم. بس لازم تفهمه، لازم تعرفه، لانه المعرفه هي السبيل الوحيد اللي يقدر يتملك ان انت ما يتنصبش عليك، ما يضحكش عليك، ما حدش يقول لك جمله ملهاش موقع خالص من الحياه. في العلم ده كلام مهم جدا. ضيف العزيز القيمه العلميه المتميزه استاذ الدكتور محمد حسني، استشاري النساء والتوليد وتاخر الانجاب والحقن المجهري وجراحات المناظير، صاحب ماجستير الحقن المجهري من جامعه ميسينا بايطاليا ودبلوم جراحات المناظير المتقدمه من فرنسا والهند، عضو الجمعيه الاوروبيه والامريكيه للخصوبه والمصريه للخصوبه وتاخر الانجاب والتدخل الجراحي الدقيق. نورت. خليكم دايما مع الناس الحلوه. الدوالي حالة مرضية غريبة في مصر. أحياناً تبقى قوية، دوالي من درجات متقدمة، والمريض تركها.